ورجعنا لكم وفقرتنا الثالثة والأخيرة ريمونتادا. ريمونتادا النهاردة هتكون من نوع مختلف، مش مختلف في إنها فقرتها جديدة، ولكن مختلف في التناول. التناول حدث لأشياء بعضها غير موضوعي وكثير من المفارقات. الأستاذ أسامة خليل، وهو أحد الصحفيين اللي كان لهم علاقة كمان بالنادي الأهلي في فترة سابقة، وهو زملكاوي معروف بزملكاويته، له فيديو شهير 6-1 لو تتذكر، بعد المباراة، وهو يبدو أن كان له كثير من التبعات في كلامه النهاردة. كان مع كابتن مدحت شلبي، وكابتن مدحت شلبي بلمساته المعهودة خلاه يتحول لمقدم برنامج، وفي الشوية اللي تحول فيهم لمقدم برنامج شفنا كثير من النوايا وكثير من الانطباعات النفسية اللي هنحتاج نقف عنها في علاقته بالنادي الأهلي ونظرته لنادي الزمالك. نشوف أول فيديو ونرجع نعقب. مش بيعاقب علشان هو المستشار مرتضى منصور أو لا لا لا, 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 لا فرج عام، هو بيعاقب علشان رئيس النادي، صفته الرياضية. طب كويس، طالما هو لا صفته وشخصه، خلي بالك كويس، صفته وشخصه، معنى كده ان يجب ان تطول العقوبه المؤسسه الرياضيه حتى يرتدع الاخرين، مش كده برضه ولا انا غلطان؟ طيب يبقى معنى كده ان نادي الزمالك يتقسم منه 3 نقاط. بس لو كان نادي الزمالك وهم عندهم القدره والشجاعه، ده رايي بقى ملوش علاقه بان انا مقدم دلوقتي، عندهم القدره ان هم يخصموا من نادي الزمالك 3 نقاط، كان يجب ان هم يكون عندهم القدره ان هم يسحبوا برضه من النادي الاهلي 3 نقاط. اما رفض ان هو يلعب مباراته قبل ايقاف الدوري مثلا، لا يعني هو يعني لحضرتك حاجه، بيسحبوا من نادي الزمالك 3 نقاط عشان حضور رئيس نادي الزمالك، يبقى عشان ده يتنفذ كان لازم النادي الاهلي يتخصم منه 3 نقاط. في علم المنطق ده بيسمى بالقياس الفاسد. فكره انا بتناول رئيس نادي الزمالك وقعت عليه عقوبه، اللائحه بتقول ان نادي الزمالك يتخصم منه 3 نقاط. طيب انا جيت عشان الاقي مبرر لعدم تنفيذ العقوبه، قلت طب النادي الاهلي ما وقعتش عليه العقوبه دي ليه؟ خدت الجمله دي قلتها بمعزل عن اي سياق ليها. ايه السياق بقى اللي حضرتك لازم تفتكره لو كنت ناسيه؟ السياق ان النادي الاهلي كان عنده مباراه وفقا لترتيب الجدول الطبيعي مع نادي الزمالك، اللي اتحاد الكره اعلن قبلها ان جدول الدوري هيتنفذ باليوم والساعه والثانيه في التصريح الشهير، الى ان فوجئ النادي الاهلي بتاجيل المباراه زي ما اعلن اتحاد الكره لدواعي امنيه. النادي الاهلي كان بيستفسر عن ملابسات التاجيل، اتحاد الكرة ما وضحش بالشكل الكافي. النادي الأهلي كان تعرض الموسم اللي قبلها لكتير جدا 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 من الادعاءات الخاصة بفوزه بشكل غير مستحق لبطولة الدوري، سواء لبعض التدخلات أو سواء لجدول الدوري ومؤجلاته. كل ده النادي الأهلي كان حريص أن لا يتم تكراره، وأكد النادي الأهلي أن احنا عايزين جدول واضح نتمسك بيه. حصلت مشاورات وحصل تأجيل لمباراة الأهلي والزمالك، وأعلن اتحاد الكرة، أعلن اتحاد الكرة القرار الرسمي أن مباراة الأهلي والجونة مؤجلة لما بعد التوقف الخاص بالمنتخب الأولمبي. رجعنا لعبنا المباراة بالترتيب اللي قال عليه اتحاد الكرة وهو مع الجونة. لم يصدر قرار بأن النادي الأهلي هيلعب مع الجونة، وأن المباراة نادي الجونة مثلا راحها وما راحش النادي الأهلي، وتم توقيع عقوبة 3 نقاط وما نفذتش. لا، السياق كان واضح جدا جدا ان النادي الاهلي التزم فيما بعد بالقرارات ولم يصدر اي قرار للنادي الاهلي خلفه. حضرتك عايز تبرر ما يخص اندية اخرى، ما عندناش اعتراض، وجهة نظرك اللي لك حق اصيل فيها، ولكن ان تربط هذا الموقف بالموقف الخاص بالنادي الاهلي وكأن النادي الاهلي كان يستحق خصم 3 نقاط، ده اللي لازم نقولك انه شيء مش صحيح وقياس فاسد. انت قلت قياس فاسد، والحقيقه هو يكفي ان هو من الفيديو ده وصل لنا الفكره ان هو عنده قناعات ان لو اتطبق خصم 3 نقاط على نادي الزمالك فهو امر مستحق. هو كان بيردد فكره زي ما عايز تخصم، اه من حقك انك تخصم على الزمالك لكن نخصم على الاهلي. احنا اثبتنا ان ما ينفعش تخصم على النادي الاهلي، لان زي ما انت قلت النادي الاهلي لم ما فيش قرار اتطبق وهو خلفه، فبالتالي هو عنده اعتراف ضمني ان نادي الزمالك لو اتخصم منه 3 نقاط هيكون موضوع
منطقي جدا، لكن الحقيقه اللا منطقي اللي احنا بنشوفه الايام دي موضوع غير طبيعي جدا، موضوع بيفكرنا بمسلسلات او افلام، يعني البعض بيظن انها حديثه، لا الموضوع قديم ولكن تم اعاده صياغته بشكل مختلف السنوات الاخيره. فقلنا نشوف ايه الدنيا، تعالوا نشوف فيديو الكابتن اسامه خليل وهو بيتكلم عن قضيه لا منطقيه. ولا فريق الكره بس اللي بيتسحر ولا المدرب اللي بيتسحر؟ على فني مش على اداري، بنتكلم نعم؟ على نتكلم على فشل فني في حينه مش فني. اداري هو ما بين فشل اداري والفني. الاداري طب الاداري انا ما اكون مثلا اداري نجح ومكسر الدنيا، مش ممكن بقى الاداري الثاني اللي هو المنافس ليه يستسحره برضه ولا ايه؟ يعني انا عايز بس خلينا يعني فعلا بقول خلينا نبقى ايه واضحين، ده يعني كلام عيب يتقال وعيب يتكرر. بالمناسبه بس عشان بس يبقى بس ما نقعدش نتحامل على المستشار مرتضى منصور، لا 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 اتفقى. مسؤول النادي الاهلي قالوا السنه اللي فاتت، يعني بس الكلام واضح يعني النادي الاهلي اللي كان بيتكلم اي حد يعني كان برضه كان بيسخر عندما يكون يتم سماع هذا الكلام ويتداوله. السنه اللي فاتت اتقال ساعه ما الاهلي والاصابات خمسه والاصابات والاصابات كان محمد يوسف كان يتكلم في الموضوع، يعني الكلام واضح يعني مش ايه لا وعايز اقول لك منتخب مصر كمان سقط. هو بما ان الكلام غير منطقي وبما ان الكلام تطرق لفكره السحر والشعوذه، برضه فكره اشمعنى النادي الاهلي، برضه الكابتن اسامه خليل ما زال ماشي على نفس النهج، اشمعنى النادي الاهلي زي كثير من المنتمين لنادي الزمالك في الاعلام، وبيتكلم ان في مسؤولين في النادي الاهلي اتكلموا عن فكره السحر والشعوذه. الحقيقه هو بيتطرق لفكره الاصابات وتصريح الكابتن محمد يوسف اللي كان بيقول على سبيل الدعابه، ده احنا كده ممكن نقول بقى ان احنا معمول لنا عمل احنا كمان كنوع من انواع رد الفعل، لان كانت الموجه وقتها فكره السحر والشعوذه. لكن انا بتفق معاه ان احنا مش عايزين نظلم شخص في الموضوع بتاع السحر والشعوذه، وعايزينكم تعرفوا ان دي انا اسف ان انا بقول هي جينات اداريه او جينات فكريه، احد اهم الشماعات التاريخيه الموجوده لدى المنافس واللي دايما بيصدرها لفكره جماهيره علشان يبعد عن ان يتحمل نتيجه الفشل سواء الاداري او الفني. انا مش هكلمك بقى في نتائج مباريات واقول لك الموضوع لو هو كده افريقيا تاخد كاس العالم زي ما بيتردد، او انديه او دول اخرى تاخد كاس العالم، او ليه مثلا احنا بنخسر، او ليه انتوا بتاخدوا بطولات. انا هتكلم بعيد خالص عن الامر ده، انا الامر الذي يعنيني او اللي انا شايفه من وجهه نظري ان الامر تاريخي يا فندم، بدليل ان في احد المباريات، وبعدين دايما النادي الاهلي كان بيخش في الموضوع، النادي اللي كيجيبه ده من ارشيف الاهرام، عندنا صوره بتاريخ 19 مايو يعرضها لنا عماره، الخوف من السحر، وده بيتكلم عن معتقدات فريق نادي الزمالك. انت تتوقع العنوان ده بيشمل مباراه بين الاهلي والزمالك، لكن المفاجاه ان المباراه دي كانت بين نادي الزمالك والترسانه في كاس مصر في الدور قبل النهائي، لكن كانت بتلعب على ملعب التتش. حصل ايه؟ فريق الزمالك رفض دخول غرفه الملابس النادي الاهلي لا قبل المباراه ولا بين الشوطين. لا قبل المباراه، لا ولا بين الشوطين، يعني الفكره كلها ان مباراه الزمالك خلاص بنغير في الممر، ومع ذلك برغم الاحتياطات دي الزمالك خسر من الترسانه 3-2، ده تاريخ كام؟ 1956. الموضوع هل كان صدفة؟ لا، عندنا خبر آخر ب 25 إبريل 1959، وهنا بقى الزمالك يقبض على الساحر الأسود، والغريب إن كان بيتكلم فيه الكابتن عصام بهيج بعد مباراة نهائي كأس مصر اللي فاز فيها الزمالك على النادي الأهلي 2-1، قال لك أخيرا الفضل بالفوز بالكأس هذه المرة هو القبض على الساحر الاسود. شخص قبضوا عليه الاعضاء الجامعه العموميه اسود، قال لك كان معاه مسحوق بودره بيضه وشويه شعر من جسم انسان او حيوان مش فاهم الموضوع، وقال لك بس احنا كده خلاص الموضوع انتهى، عشان كده احنا كسبنا الاهلي في نهائي الكاس، وده الفضل يرجع لاننا قبضنا على السحر الاسود اللي كان بيعمل لنا الاعمال. طب قبضت على السحر الاسود خدت بطولات؟ ده كان 59، لا ده موضوع تاني. سنه 26 تاريخ 26 ابريل 1962 فوز الاهلي على الزمالك، بس الغريب بقى المره دي في ملعب الزمالك، يعني انتوا ما كنتوش بتخشوا غرف ملابس النادي الاهلي، لا المره دي كان في ملعب الزمالك، والاهلي برضه فاز يا فارس 3-0. العاصفه بدات تهدأ في الزمالك، كان عندهم مدرب اسمه ايفان بيقول ان سبب الخساره دي هي تبخير لعيب الزمالك قبل المباراه وبين الشوطين، قال لك انا دخلت غرفه الملابس لقيت ثلاث مباخر
وبداوا يبخروا اللعيبه، فاللعيبه جالها ضيق تنفس، نزلوا ما قدروش يجروا في ملعب. عدم الاخذ بالاسباب العلميه لاي انتصار. انا والله انا مش بهزر، الموضوع ده فعلا تاريخي، يعني ده كان سنه 62 في كده، لا في تاني، في تاني سنه 1965 وبتاريخ 20 نوفمبر او 20/11، ودي مباراه برضو بين الاهلي والزمالك انتهت بالتعادل 2-2. بالمناسبه كان الحكم حسين امام عم اللاعب حماده امام اللي كان بيلعب في صفوف نادي الزمالك، دي لو عندنا كانت هتبقى كارثه. بيقول لك ايه، رفض لاعبو الزمالك دخول غرفه الملابس المخصصه لهم في الاهلي، جلسوا في الممر مع كابوتشي ومحمد حسن حلمي، ده كان المدير الفني والمدير الاداري، قالوا انهم لا يدخلون غرفه الملابس بالاهلي منذ عام 1962 يعني من 3 سنين، خوفا من البخور والسحر. المباراه انتهت 2-2، برضه ما دخلوش وما كسبوش. لكن انا عايز اقف عند نقطه مهمه جدا، هي فكره ان هم فارس من 62 ل 65 ما بيخشوش غرف الملابس، ومع ذلك شفنا في الفتره دي الترسانه بطل الدوري، والاهم بقى اللي احنا هنشوفه في 66 الاولمبي بطل الدوري، وده الموضوع بقى ايه اللي وصل بقى للجماهير وللاعضاء. التناقل بتاعه الفكره بعد كده بترسخ في ذهن المسؤول وبيكون عنده. وبعدين احنا اتكلمنا في خطوره ان بتتكلم انك بتدي اللاعب او المسؤول انا علي عمل بس ما جبتش الكره ليه، اصل الشبكه كانت مقفوله بالقفل. ده 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 مهم جدا. 25 فبراير 1966 الاولمبي خد بطل الدوري، ده مباراه بقى فيهاش الاهلي، الزمالك مع القناه. لما تقرا الخبر بيقول لك سيطر التوتر والقلق على اعصاب جمهور الزمالك حتى احرز احمد مصطفى هدف فريقه الاول. في هذه اللحظات انتفض اعضاء مجلس اداره الزمالك من مقاعدهم في المقصوره وراحوا يقبلون بعضهم البعض، وبكى عبد نصحي بصوت مسموع، وجرى حماده وصفق لاحمد مصطفى، وقال القاضي ابراهيم فهمي انفك النحس الى الابد. ده سنه كام؟ 66. واضح ان هو مش الى الابد ولا حاجه، يبدو ان كان في سحر جديد. بالظبط. واخرج محمود مهنا عضو الزمالك لفافه من جيبه وقال انها تحتوي على بخور هندي لابطال الحسد واعمال السحر ضد الزمالك سنه 66. كانوا بيظنوا اللي هو انفك السحر الى الابد، واحنا كنا بنظن ان كاتب ومؤلف فيلم 4-2-4 كان بيقرا الواقع او المستقبل، طلع بيفسر لنا التاريخ. موضوع صعب جدا، وده شماعه اخرى جنب شماعه التحكيم. وزي ما بنقول يا جماعه والله العظيم ابحثوا في التاريخ هتلاقوا كل ما يحدث الان له علاقه وثيقه بالتاريخ. ده في الطرفين يا احمد، الأندية. كل ما بالزبط. يحدث للنادي الاهلي هو مرجعيه تاريخيه تناقلتها الاجيال هي اللي وصلتك للحظه دي، وهكذا بالنسبة للمنافسين البناء أو الإرث التاريخي هو اللي بيؤدي لنفس المشاهد. ولكن عندنا وقفة أخيرة مع أستاذ أسامة خليل، لأن اللي فات كله كان في إطار وجهات النظر، إنما التصريح ده يثير كثير جدا من تفسيرات لحاجات سابقة ما كناش فاهمينها. نسمع الفيديو ونرجع نعقل. هو على الاقل في النادي الاهلي في سيستم، يعني في حاجه لجنه تخطيط بتخطط، يعني لو بنتكلم على كره القدم بالتحديد حتى، ومجلس الاداره واضح كابتن محسن صالح، لا واضح ان في مجلس اداره في ايه، واضح ان في مجلس اداره في الاهلي في إيه؟ انا ما بتكلمش والله، انا ما بتكلمش على الاهلي والزمالك، ما عنديش مشكله بس يعني تحس بوجود مجلس اعضاء مجلس اداره، تحس بوجودهم، بتلاقي في اسف ولا يهمك، براحتك براحتك خالص، بتلاقي في عمر مجلس اداره بتقول كلام غلط مثلا، فبتشرح يعني انت بتلاقي يعني جايز مثلا يعني الدنيا ساعه الكلام بتلاقي في ايه عضو مجلس اداره واخد ملف مثلا كره ملف الاستاد مثلا ملف الاستاد ملف كره الاستاد ما اتعملش مش عارف لا انا مش 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 احنا لما انا بتكلم اهو لا ما هو الاستاد عشان تعمل استاد ده موضوع حاجه ثانيه خالص، ده موضوع كبير انا لا احنا بنتكلم بص يعني الناس بتمسك ملف في واحد ماسك الاستاد واحد لا انا بتكلم ان انت معلش مع احترامي يعني لاعضاء مجلس اداره الزمالك كلهم اصدقاء ونفس الحكايه، انا بتكلم على ان انت حتى لو في الخطيب بياخد قرارات بعض القرارات الفرديه بس بتحس ان في مسؤول عن الكوره بس بالمناسبه يعني هو 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 الاداره في الاهلي في سيستم، انت في الزمالك مع احترامي طبعا انا ما احنا بنقارنش بين الاهلي والزمالك، بس انا اللي انا شايفه اللي انا شايفه رؤيتي الشخصيه انا ان في فشل في ملف كره القدم في نادي الزمالك، وده واضح للجميع. طب انا عايز اسالك سؤال، طب عايز اسالك سؤال، انا موافقك عايز اسالك الزمالك يعني مثلا انا جيت اقيم المستشار، طب هقول لك حاجه، طب بس اكمل سؤال بس اكمل عشان بس يعني اما جيت اقيم المستشار مرتضى منصور فتملي تشوف اللي قبله وتشوف هو قبل 2014 الزمالك بالنسبه لنادي الزمالك حقك تقيم نجاحه الاداري او فشله كما تشاء، ولكن والله
قد بدت البغضاء في كل كلمة أنت بتقولها عن النادي الأهلي. مجلس إدارة في إيه؟ والتهكم على ملفات اللي بيمسكها أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. فعلا جملة تاريخية وبنرجع نذكرها لما قال الرمز البشمهندس عدلي القيعي مخترق مخترق مخترق. لما يكون دي مشاعر أحد القريبين من دوائر صنع القرار في النادي الأهلي وأكبر دوائره، فبالتالي ما نقدرش نقول غير أن النادي الأهلي في هذه اللحظات كان بيمر باختراق. وإن كنت بتتحدث عن نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي في إيه؟ من انتخاب النادي الأهلي رئاسته ومجلسه الجديد 5 بطولات حققها مقابل بطولتين في كرة القدم للمنافس، أكتر من 40 بطولة في الألعاب الجماعية مقابل ما يقرب من 15 بطولة للمنافس، لغيت رعايتك مع صلة، فزت بعدها برعايتك مع برزنتيشن والدفع أكتر من 20 مليون جنيه زيادة عن عقد الرعاية الأول. والأهم أن حتى في قضية مسك وأنت تعلمها جيدا حصل النادي الأهلي على حكم فيها شال منه أعباء مالية ميزانية بالحجم ده. صدقني اللي كان بيحصل قبل كده من نوايا سيئة تجاه النادي الأهلي لن يتكرر مطلقا، وسيظل النادي الأهلي خط أحمر ولابد أن تعي ده جيدا. هو الموضوع واضح جدا أنه كان عايز يوصل لفكرة أننا نتطرق أو ننجر فكرة المقارنة. عندنا في النادي الأهلي كل مجلس إدارة بيكمل مجلس إدارة حتى لو في أخطاء، إحنا بنرصد الأخطاء لكن مش بنقف عندها. موضوع النادي الأهلي لو بتتكلم عن فكرة النجاح، إحنا بس الموسم ده النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي محقق 22 بطولة في الوقت اللي من 2014، بما إنك ذكرت 2014 المنافس محقق 24 بطولة في جميع الألعاب وشايف إن هو ناجح تماما إداريا. إحنا في النادي الأهلي هتلاقي لما يتم تكريم كابتن محمود الخطيب كأفضل رئيس عام 2019 تجد الباشمهندس خالد مرتجي نائبا شخصيا عن الكابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم بكل عزة وفخر عن التربية اللي جمعت الباشمهندس خالد مرتجي بالكابتن محمود الخطيب. هتلاقي أجيال بتسلم بعض، هتلاقي الباشمهندس محمد سراج وهو واقف بيستلم جائزة النادي الأهلي كأفضل نادي في 2019. عندنا محدش بيحب أو رئيس بيحب ياخد الكاميرا لوحده، لا، عندنا في أدوار لكل عضو مجلس إدارة والجميع بيسعى لخدمة النادي الأهلي. دي كانت الدرس الأخير في حلقتنا النهاردة واخر حلقه الفقره اللي ننهي بيها حلقتنا النهارده في 2019 يا عم 2019 احنا مؤكدين واخر حلقه لينا في 2019 اللي احنا بالفعل كنا سعداء ان احنا تواجدنا على شاشه قناه النادي الاهلي من وسط جماهير النادي الاهلي كسبقه تحدث اعتقد لاول مره في قناه النادي الاهلي. نشوفكم على خير دائما وسنه سعيده عليكم جديده يا رب، وان شاء الله السنه الجايه تحقق احلام كتير جدا كنتم محتاجين تحقق في 2019 لكن ما حصلش نصيب. سلام.